عرفت تجيب بوصله ازاي؟ بالصدفه يعني. هو انا كان الالبوم بتاعها لسه نازل، فانا من عشاق اصلا من وانا صغير، فقمت جاي طالع لايف كده بتكلم عن الالبوم ان هو البوم كويس وجميل وكده، فجاه الاقي ميدو حلمي اللي هو ماسك السوشيال ميديا بتاعت اصاله كلمني، قال لي عايز تقابل اصاله؟ قلت له نهار اسود بجد؟ قال لي هتقابلها. قلت له يلا بينا. قال لي امتى؟ قال لي بكره. قلت له حاضر هجي لك. جيت له من اسكندريه للقاهره، رحت قابلتها. طبعا هي اصاله جايه من بعيد. هي انا عارف ان راح اصاله، بس هي جايه عليكي عارفه اللي تحسيها ان هي ماشيه بسلو موشن وهي جايه عليكي كده، كتر ما حلوه. شفتها طبعا سلمت عليها، ازيك عامل ايه؟ شو مهضوم؟ شو جميل؟ انا طبعا انا شايف لك. قالت لك شو جميل؟ شو جميل؟ قالت لي والله شو جميل. ما ده دليل ان هي صعب بتحب الجو ده. هي بقى بتتكلم وانا شايف خيال، بس بتكلم من كتر ما انا مش متخيل ان هي كانت بتعرفك عفريتي هذه. لا وبستني من هنا كمان لحد الان. ابتدي ممنوع حد يبوسها. يا دي دي ممنوع على اساس ان الثاني حد بيبوسها. امي والله. بس بقى فقلنا يلا نعمل الفكره دي، فكانت حابه جدا الفكره فعملناها. الفيديو نزل جاب 9 مليون. 9 مليون عشان اصاله طبعا. يا عشان اصاله. لا ما لو هتكلم عشان اصاله، اصاله طبعا ليها الفضل الاول والاخر. بس انا ليا فيديوهات، انا ليا فيديو كان جايب 27 مليون، ده اعلى فيديو في تاريخ مصر. ده كنت عامله انا واسامه مهندور واياد وبازوكا، كان بيتكلم اسمه مين خلق ربنا. هو مش فيديو ديني خالص، بس بيتكلم، هو فيديو اجتماعي شويه. وعملت فيديو اسمه دكتوريتي، وده كانت اغنيه تخرج بتاعت الدكاتره. انا اللي عملتها. يا شيخ انا اللي عملتها. شفت بقى؟ شفت طلعت عبالي النهارده؟ ده طلع معروف والله يا جماعه، فاهم؟ مش عارف اتكلم. طلع معروف. انا مش قلت لكم عايزه ناس مش معروفه عشان نشيلكم؟